حضرة الأسياد، مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية، كل سهرية جمعة في نفس الميعاد من برنامج حضرة الأسياد. حضرة السادة والسيدات، أهلا وسهلا بكم على زهرة الحياة على 93. برنامج طبعا هو متنوع وفيه يعني الطرفة، وفيه ضيوف كرام هما أسيادنا، نرحبوا بهم. طبعا باش أول ضيفنا هو ضيفنا القار سي نور الدين الغماري، الباحث في التراث المادي واللامادي. مرحبا بك سي نور الدين. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين، ومرحبا بضيفنا اليوم. احنا عنا شهلول يعني فهمتني، نجم القيروان يعني فهمتني، واللي اصبح ركيزة من ركائز البرنامج. كيما اليوم عنا مفاجأة كبيرة وضيف مش نال اعجابكم قطرب. باه نمشيو سي شهلول. مرحبا سي شهلول. مرحبا بكم وربي يعينكم، وان شاء الله ايامنا حلوة مثيل التمرة. سي شهلول بتيت شوية علينا والسبب كان واضح، انا كنت اتبع في الكورة. نعم، احنا عنا الوطنية ونحبوا الفريق القومي تاعنا ونحبوا الرياضة، وان شاء الله مبروك لتونس والقادم افضل ان شاء الله. يعطيك الصحة، مبروك علينا الانتصار. بطبيعة الحال باسمي انا الخاص المتواضع، وباسمك انت يا شهلول ان شاء الله، وباسمك سي نور الدين، نرحبوا بالشيخ. نعم كذلك. الغني عن التعريف بطبيعة الحال، عمران التميمي. مرحبا بك سي عمران. بارك الله فيك على سلامتكم، مساكم بالخير الناس الكل، وفي هذه الليالي المباركة هذه في حلول شهر رمضان المعظم، وإن شاء الله نعديو حصة ممتازة ومميزة إن شاء الله بحول الله. سي شكري. هو سي عمران بالحقيقة متاع ربي، احنا وقت اللي كلمنا أخونا شهلول أي. حسيت أنه فما المضاف والمضاف إلي. إي نعم إي نعم إي نعم. وأنا يعني ما أحسنت الاختيار يا بني. أيوة. أنا قعدت نلوج وشاورت بعد مشاورات عديدة أنا وسي نور الدين. أيوة. غماري قال لي راهو لا، أنت لو كان هبطت الفتاشة في البير راك طلعتني موجود يعني. الفتاشة ما يمتعنا القروية. أيوة. يعطيك الصحة، مرحبا سي عمران. بطبيعة الحال سي عمران باش تكون عندك يعني ربريك متاع حاجات مش بريك اللي ناكلوه، راه هي تمشي كان بالميكور. أيوة. الفقرة هذه الشيخ عمران. أيوة. هو باش تحكي لنا فيها على كل مرة نتناولوا فيها موضوع، إذا كان يستوجب الموضوع هو عنده علاقة بالتراث، عنده علاقة بمدينة القيروان. أيوة. عنده علاقة بطبيعة الحال بعاداتنا وتقاليدنا. بطبيعة الحال أنت إنسان يعني مطلع وخلط برشا ناس كبار وهذا نعرفوه، دونك باش نستشيروك وباش نسألوك على يعني على برشا حاجات اللي هي ممكن فما حاجات اندثرت إن شاء الله. إيه فما برشا اندثرت. فهمتني؟ فما برشا اندثرت. حوارنا اليوم باش حتى السادة المستمعين باش يكونوا معناها فاهمين المحور بتاعنا اليوم، هو باش نحكيه على النحاس وعلى يعني التحذيرات لرمضان. ولكن قبل هذا نرفع إلى حضراتكم طبعا صلاة أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القيروان وما جاورها. حضرة الأسياد، مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية. كل الفار ترك يا شهلول، عملت لنا ضجة والنحاسة الكبيرة والناس يسألوا كيف نية النحاسة، خطرية محطوطة في مكان مخفي. قلنا لهم راو اللي يحب يسأل وياخذ أكثر يعني للديتاي يمشي للشهلول تو يعطيه الكبر متاحة بالضبط والعلو إلى آخره. المهم شهلول، احنا على أبواب شهر رمضان المعظم، بطبيعة الحال اللي نعرفه أنا فما حاجة مهمة في العائلات القيروانية، الحاجة هذية الناس الكل تحضر لها رواحها، تحضر رواحها لها خاصة المقبلين على الزواج. فاش يتمثل زعما شهلول هذي؟ شنو هو الموضوع هذي؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
نجم تقول جهاز العروس. يعطيك الصحة. بطبيعة الحال احنا نكلموا سي نور الدين في حيرة في خبير يعرف. أمين يا ولدي أمين. أيوة شيخ عمران أمين. أنا خلطت على أبوه كان هو اللي قصدر لنا في النحاس. أيوة وصنعته بو على الجدة ذك. فهمتني؟ أنا خلطت على أبوه يرحمه. أيوة أمين. أسي شهلول سيدي قبل لا تبدأ باش نبدأ متفقين على شنو باش تحكي لنا. اي نعم باش تحكي لي على جهاز العروسة المكونات نتاعو هذا متفقين فيه، ولكن باش تحكي لي قديما كيفاش كان وفي الحاضر كيفاش ولا. صحيح. اي تفضل سي شهلول لك الكلمة. بالنسبة لجهاز العروسة القيرواني فما فرق بين القيرواني وبين تاع تونس، خاطر حتى التوانسة عندهم جهاز عروسة كيفنا نحن. أيوة. ما مش نحكيه نحن على جهاز القيرواني مكوناته في القديم وفي الحاضر. بالنسبة للقديم، القديم كانوا يعملوا زوز قصع، قصعة كبيرة وقصعة صغيرة. القصعة تاع كل يوم تتسمى ديكا، اللي يعملوا فيها الخبزة يعملوا فيها العصبانة. أيوة. والقصعة الكبيرة هي تاع غسيل الصابون، خاصة بغسيل الصابون بالوضنين سي شهلول. اي هذيك يعملوا لها وضنين منا ومنا، هذيك تسمى يصبنوا فيها، هذيك اللي يصبنوا فيها. صحيح. اي منتي بارك الله فيك سي عمران. ايوه ما هذيك القصعة هذيك تجي وحدها تاع تصبين، هذيك تجي وحدها. ويعملوا طبق الحلو، طبق تاع الحلو هو اللي معناها تاع 4 كيلو لوز تاع 5 كيلو لوز تاع كل قدير وقدره. سي شهلول الطبق هذايا نتاع الحلو شنو هو؟ نتاع مقروض؟ لا الطبق هذايا يعملوا فيه البقلاوة. ايوه تاع يعملوا فيه البقلاوة، وكذلك بعد ما يكملوا فيه البقلاوة يحطوه على الميدة. صحيح. وكي يجيو يتعشاو ولا حاجة يدوروا به. أيوة. فهمتني ولا لا؟ هذا يسمى الطبق الحلو. كنا نتعشاو شنو لحظة، احنا في دارنا كانوا عندنا 3 طبقات. اه نتاع بقلاوة فهمهم. أه. لي علاش. أه. 3 طبقات، الطبق الكبير والطبق المتوسط والطبق الصغير اللي هما مدورين سي شهلول. أه. ما همش كل المستطيلات. أه. ما فاهم انا ريتهم كان بعد هالمستطيلات هذوم. أه. داك المدورين. أه. هذوم فهمهم. هو الطبق الكبير هذاك يعملوه ديما تاع بقلاوة ولا حاجة كبيرة تاع حاجة، والطبق المتوسط هذاك هانو يحركوا فيه، ما طبق صغير فيه حكمة هي هذاك تاع شخص بركة البو ساعة ساعة لعشاه وحده يغرفوله يحطوه. فهمت الله؟ تبقى ذاك وتحط له فيه الأواني الشقالة مثلا بالكسكسي والسلاطة والبريكة ولا حاجة. أنا سلاطة كانت عنا سطاية نحكيه على الأواني اللي تتحط في التبقى ذاك، معناها النجم ويعمل كده تطبيق. بالنسبة للكراول فما من الكروانة الكبيرة اللي تقاها بوذنها يعملوا فيها العصيدة. شهلول السنين ما تقوليش كروانة كبيرة، اعطيني الديمونسيون، اعطيني الديتايات اخويا انا مغروم بالديتايات. اي الكروانة الكبيرة حتى الكروانة الصغيرة هذوما الغارقين. قديش الديمونسيون نتاعها شهلول؟ هذوما الغارقين تلقاها القياس نتاعها الفم نتاعها تقريبا 40 سنتي. اي وبعد تلقاها 30 وبعد تلقاها فهمتي الليلة خمسة اقل منها 25 حتى تلقى الكروانة الصغيرة. فهمتني؟ هذوما فر ديمونسيون تقاس مشرفين. 5 كراون حاشاك عاليين وخمسة واطين، وتلقى ساعة ساعة الكراون بالوذنين. الكراون بالوذنين كالتقاها مواطين هذوك. اي الوذنين نتاعهم نحاس اصفر مصبوب صبان فوندوري مصبوب صبان، وتلقى زوز مقافل وزوز كشكس ثم مقفول تاع العيلة باش كتجي تتلم العيلة وكذا يطيبوا فيه 3 كيلو كسكسي. وهم مقفول تاع كل يوم، مقفول كل يوم تاع كيلو. فما متاع حتى 10 كيلو كسكسي كتطيبوا احنا الدار حاشاكم الميت. ايه. نطيبوا الكسكسي. ايه. فبني نعملوا في مقفول ب 10 كيلو كسكسي هذوك. والكروان اللي بالكبيره هذيك. ايه. نطيبوا فيها المرقه الخضره اكلي بالمعدنوس وبالحم وبالبطاطا. ايه. هذيك زاد يظل عنا فرح. علاش يقول لك نهار الصباح هذاك نهار المرقة؟ صحيح سي عمران. ما دوما نحكيه نحن توا على جهاز العروسة. أيوة. هذوك مش من مشمولات جهاز العروسة، هذوك نشريو حدهم
كما مثلا قطعت على عبانه كما مثلا الكروانة كي تكبر العيله كي تكبر العيله يعملوا ياسي معناها ياسي شهلو كنا قبل نهار الصباح العروسه دار العروسه طيب فك الكروانه الكبيره هذيك ونهزوها فطور دار العروس مرقه مرقه العراس صحيح مرقه العراس هذيك نهزوها فك الكروانه نتاع النحاس يا شيخ عمران تجيب المعدنوس المرقه هذيك اي بالمعدنوس وبالبطاطا وبالحمل علوش فهمتني اي أيوة. مش بالصلاه لحظه لحظه راه شنو قال لك لهنا حاجه باهيه أيوة. وضح لك ما بين المينيموم في الزهاز اللي نتاع واحد باش يعرس مش عارف هذه زهاز هذه حتى اللي يكبر وكذا باش يدخل في لوبسيون أيوة. الاخرى في الفيب هذه تدخل في فما ناس فما ناس في الكروان عنده اواني خاصه بالافراح وبال بال بالموت مش الكل شلول مش من الكل لا مش من المثري واللي لاباس عليه تقع لي تقع حطتهم غادي فهمت ويتسلف ويعملهم للثواب اي للثواب عملهم للثواب تقع زوج كراون مقفول كسكاس تيفور شلول رجعنا لهذوم بعد عطينا نرجعوا الوحدة اليانو والبريق اي فما اليانو بريق العربي وفما اليانو البريق التركي ويفسر لنا هذا التركي اي التركي هو الطويل ديكوراسيون اكثر منه استعمال بينما اللين تحكي على البريق ولا البريق البريق لا البريق والبريق العربي هو الواطي هذاك اللي يسيقوا به ساعه ساعه فهمت تقابل المصرح العربي للمراه وفهمت لا تسيق في الصدار واحد تقا بالفوطه والبلوزه يسيق قصير اي قصير فما الفليك استنى قبل الفليك اللين كعبه بركه ولا زوز اللين بركه ما قلت لك بالنسبه للبريق البريق يتبدلوا اما تحط عربي ولا تحط تركي سامحنا شهلول هنا هاني ريت الليانات ثلاثة فما الكبير والمتوسط كيما طبقات البقلاوة ما قلت في الليانات ثلاثة ايه فما اللي يزيد مثلا بعد ما يكمل يخرج الزاز فما اللي يزيد يشري هاي ديس فاسو معناتها عند العروس ولا تلقاه مثلا يورث ما عند امه ولا ما عند ابوه زيد يحطهم يضيفهم وكانت الدلوة كانت زوج دلوة يعملوا دلوة كبيرة ودلوة أقل منها هذوما يمشيوا بيهم من سال الحمام ما كانش الاسطال البلاستيك تاع التو يهزوا تقاها الاسطال الدلوة تقاها فيها 6 كيلو 7 كيلو نحاس يتعباها بالماء والمرأة تقاها مقدية مش تاكل في اليغورت وفي الشوكولاتة تقاها تاكل في القمح وفي السميد وفي الزيتونة تهزها بالماء باه أشلوا لحظة هاني ريتك الدلوات الصغيرين اللي قدك هذوك يعملوهم للصغيرات باش يعلموهم يركز لي عليها هذيك فهمها هذيك باش يعاودوا ايه هذوك ساعات يهزوهم الصغيرات حميهم باش يعاودوهم هما بطريقه طريقه طيبه حلوه ياسر الوالدين باش يعاودوا دلوه وبنتها اي دلوه وطاسه وطفاله فهمتني ولا هذوك يهديوهم فهمتني ولا باش يهزوهم صغيراتهم باش يتعودوا في الحمام كيفاش تمشي كيفاش تتعلم هذه تسمى تواصل بين الاجيال تعجبني انا الحركه هذه انه تلقاها الام تحرس وتحب تعمل دلوه صغيره لبنتها ولا لولدها باش يمشي بها للحمام شلول سامحني هذيك يعملوها دلوه حتى قتلت تولد طفله اول ما يبادروا يشريوا لها دلوه وطاسه وطفاله ولا مقفول وكسكس صغير باش يعاودوها ولا كريونه تقول حط فيها الزرير مش الزرير اسمك الشيشه كل كريمة والحاجة يوكلوا فيها أنا كريمة كانت عنا كريمة سيلارك ولا شنو يا شهلول يا شهلول فما حاجة نسيناها احنا توا بكلنا وتربينا عليها واحنا صغار المقفول الصغير نعملوا به قبل الزقديدة مو باش يعلموهم تلقاها في الكوجينة ونبداو به تين واحنا مبهورين وصغار خاطر مش عند الناس كل يعني فما أولياء أعيال تشري ونبداو به تين وكل المقفول الصغير هذاك ونعملوا فيه الزقديد اي وفما الطواجن ايوه الطواجن فما باختلاف فما كبير فما متوسط قداش تهز ديما تحكي لنا تو شهلول باش ما نضيعوش احنا نحكيو على جهاز العروسه فيما مضى اي هذه خا كملك وفما الصواني الصواني كانت حاجه ضروريه في الدار شي ايوه الصواني تاع القبز ايوه تلقى عندها ثلاثه انواع صينيه كبيره وصينيه متوسطه وصينيه صغيره صينية صغيرة تعمل هذيك فهمت الله تاع خبزة تاع كل يوم مثلا ومية وذيك إذا عندها عيلة تعمل في العيلة ومتوسطة أنا كنت الناس حكماء تمشي للكوشة تمشي للكوشة نعم الكوشة الصينية سي شكري أيوة. كانت نحاس وما كناش نهزوها إحنا معناها للكوشة كنا نحط الصينية قدام باب الدار أيوة. واللي متعدي
يهزها ويهزها للكوشة. أيوة. فهمتني؟ كي يهزها هو الكوشة الكواش يعرف الصينية هذيك متاع شكون، يعرف الصينية هذيك متاع شكون ومتاع دار فلان ودار فلتان وكذا، ما يغلطش فيهم ما يقمروهم عاد. أي. اللي يحط الفول والمرأة كانت قبل تهز الصينية تحطها قدام باب الدار وتسكر باب الدار. اللي متعدي انا بيدي جرت علي قبل نقى صينية قدام باب الدار نهز على راسي اي الكوشة القريبة هذيك كوشتهم دخلها الكوشة. أي. عمران شيخ عمران فما حاجة اخرى تثبتش عليها النوري في الخبز النوع هذا، كانت فما خبز الميدة اي يظل يابس ايوه تاع شعير نقولوا له خبز الشعير وخبز القمح يظل ناضج ويظل يابس وبنين. بالله بالله لهنا باش نفتح قوس. مرحبا. فما حكايات كانت تصير في القروان معناها صارت والتاريخ نتاعها موجود لتوا ولتوا الناس عايش. كانوا قبل الخبز نتاع الشارع كان فضيحة اللي يشري خبز قال لك انا تحكي لي يحطوها في الوحده نتاع البرنوس باش ما يراها حد. انا مش نحكي لك باش ما يراها حد باش ما يراها حد. بعد اذنك سي شهلور احنا راهو الحديث ذو شهلور. انا مش نحكي لك حاجه جرت عليا وانا صغير. فما واحد الله يرحمه هو بعثني قال لي برا من السوق جيب لي خبزه كانوا ما فماش اللي توا هاو توا الخبز فيه كان فتن ولا مشيت جبت له خبزه ورصدني بي من غاد بالله الذي لا اله الا الله سي بايك الحبيب اعطيته الخبزه حطها تحت الجبه ايوه فهمتني ما كناش مسره والمحزوقه وهذا والحافظين فروجهم كانت الجبه تستر كل شيء ايوه فهمتني ياك هو كنا فهمتني ولا راني كي راني هو كيفاش شريت له عيط لي الوالد الله يرحمه هز يده كبيره صغيره ورشمني بكف اش قال لي قال لي راوك الناس تشري في الخبز يقول له الحبيب ما عندوش خبز في الدار فضيحه فضيحه هذه سي نور الدين راهي هو شهوه شهوه شوف شوف انا نعرفها هذه هو صحيح راهو اما ما يمكن التخب يا انواع واش كاين فما اللي تاخذ تحت الجبه وفما اللي تربوش في التربوش البرنوط اي هي المهم نعرفها هي الاخير يعجبك اذا كان عيب وعار كان عيب وعار سي شهلول واصلنا سي شهلول توا خلينا نكمل الفليك اللي ارجع للفليك يا شهلول ارجع الفليك الفليك ثم اللي يعملوا الفليك الكبيره تاع المصلي يجوا فيها المصلي فهمتني ليه وفما الفليك الظراف متوسطه معناها مش فما الفليك ضريبين بالكل هذوما يستعملوهم للحلو وللملح وخاصه توا ولاو يستعملوا فيهم للحلو ياسر يعطوا فيهم الكدوات فهمتني ليه يعبيولها مقروض ولا كعك ورقه ولا دقله تعبد تتلفت بالسلوفان وتمشي هديه هذه بالنسبه للاواني تاع النحاس تاع قبل وكانت طبق التاي معاه سكرياتو استنيني شبه طبق التاي باش هذا بنحاس طبق التاي نحاس اي عطريش فيه وشنو هي الكومبوزونت نتاعو ثلاثه ثم الوحده تاع البن وتاع السكر وتاع التاي حكوك فسرهم لنا ذوما معناتها ثلاثه برتي معناتها نحاس نحاس البراد والزجر به هالبراد هذايا شالول كيما البرادات هذوما ولا كبير لا ولا لا صغير لا ولا كذا البراد هذايا مصنوع باليد تو اللي يصنعوا فيه البراد مصنوعين بالماكينه بالطول معناها بخدمه عصريه تسمى هذا مخدوم كيما مخدوم الكروانه كيما مخدوم الكروانه بالتطريق اي بالتطريق ايوه لكن تو اللي مش يخدمه تو يتكلف في تكلف وخاطر تو العصر فيه السلبي فيه الايجابي فما حاجات مثلا مش سلبية تسمى فهمت البراد والززوة والطبق وثلاثة الحكوك هذوما نحكيو عليهم تو مصروف اخر دي نتاع البن شهلول والسكر وشنو الاخرى والسكر الثالثة نتاع شنو نتاع البخور بن وسكر وحشي بن وسكر وحشيشة وحشيشة وبخور وحكة البخور ظريفة وحد هذيك اي معاهم هذيا دي مش نفس الديمونسيون شهلول لا واطية شوية هذيك معروف حكة البخور باش هي تقام قاعدين عاملين لما يعملوا هكا في الكانون في الصباح نعم في الكانون كانون شعلوا الكانون على الصباح ونحطوا على البخور الدنيا ظلمه مازال كانت قبل مماتنا وجدودنا وكذا ما يشربوا القهوه الا فما وسي شهلول الصينيه نتاع الخبز ثلاثه صينيات صحيح ثبتني ولا ولكن الصينيه المتوسطه او الصغيره اش نعملوا بها؟ نعملوا بها طاجين بونارين اي فهمتني نحطوا الطاجين جمر في الكانون
ونغطيوه بالصينيه الاخرى الكبيره ونحطوا فوق منها جمر باش يطيب الطاجين بونارين ممتاز ياسر. هذه فما وفما الصلايه. اشني هي الصلايه؟ الصلايه هذيا كيما التو اللي يبيعوا فيها هي موجوده من قديم الزمان يخدموا فيها. صلايه تعمل فهمت الكعكه هذيك المقوبه من داخل. اي نعم تعجين هذيك نعملوها نحاسوا توا عندي منهم انا في الحانوت. فما اللي جيت كوماند عليها ما تتكلف غاليه شويه. ما كي تاكل فيها تاكل في البشكوتو. ما هذيك اللي نعملوا فيها في الطاجين الطاجين هذيك اسمها الصلايه. صلايه وكانت من نحاس. من نحاس هي هي سي شهلول سيدي ربي يبارك فيك. المقبلين على الزواج الان ما تصعبش علينا ما تصعبش عليهم. لا ما تصعبش عليكم. اعطينا جهاز العروسه شنو مكوناته؟ مكوناته توا كل قدير وقدره. اعطينا يعني مثلا توا العادي المعمول به يعملوا طبيق ظريف 4 كيلو حلو فهمت 4 كيلو بقلاوه نقولوا نحن 4 كيلو لوز ويحطوا 3 كليونات مشرطين و3 كليونات غرقين ومقفول وكسكاس وفلوكه وطاسه وطفاله وقمصان وزجوه والسلام عليكم. قداش يعملوا سي شهلول هذوما؟ هذوما يعملوا فوق المليون. ايوه اي نحن كي نقولوا مثلا المليون أيوة. مش هدره كبيره. لا لا مش هدره كبيره. مش تاخذ انت حاجه معدن من المعادن الثمينه. اسهلوا لحظه وهذايا انت مش تنور به معناها تهزوا لخطيبتك ولا مش تزين به دارك. مش خطيبه صحيح. وليدي عمر العزيز وفاه. اسجلوا لحظه لحظه. توا انت اعطيني توا المقارنه ما بين الزهاز القديم. اي. وكنت نجم شلول عاودهم نلخصهم لنا باش نفهموهم قداش قداش منقطع الساعه شلول. استنى خلينا نحسبوهم احنا قداش منقطع الساعه. القديم قداش من قد برشا القديم اي مو نفهموهم باش لعبه تفهم زيد القديم كنا 5 كراون ولا 5 كراون هو اللي نعملوا 3 لا 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 اعطينا في القديم شلول 5 كراون من كبار و5 مشرفين و5 غارقين هذوما 10 يا حبيب اي فما اللي يعمل بالودنين كذلك يوجدوا ما فيهش هذه مش مشكل مهمين. لا 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 باش لعبه تفهم 11 هذوما في الكراون تعدل اللي بعده ونعملوا زوج مقاف 13 ونعملوا 3 سوان 16 ونعملوا زوز طواجن هاي 18 وقصعة والطبق 20 والمهرز هاي 21 والصلاية والصلاية واللين والبريق 23 24 وإذا حكينا على حلال ما تحدث والصل اي حق نسيتهم والصل والصل النحاس معناتها هو الصل الصل راهو جاي سما جديد ما سماش قطر الدلوة كانت الأصل بعد سي نور الدين هذوما 30 قطعه يا بابا ايوا الشهلو هذوما قداش يطلعوا في العصر السابق القديم ها 30 قطعه هذوما فانا عهد تحب يا دي حط لي في السن انا اسمي حط لي عام 70 وعام 60 اي ستي هذوما مثلا كي تقول في الستينيات يعملوا هذوما 150 دينار 120 دينار في الستينيات نحكي في الستينيات معناتها اللي شهر سي سالون معناتها موظف في الستينيات ما تلقاش ياخذ ولا ياخذ 14 دينار معناتها باش موظف في الستينات اي خاطر في السبعينات وصل الموظف ياخذ 24 و34 دينار اي يوصل حتى 30 و35 اي و 30 معناتها في الستينات ب 14 دينار شهريه موظف هو علاش شي قداش تحب ولا شلول باش فهمت باش ياخذ شو يحب له كيلو نحاس كان بشيء ولا بشيء كاش كمان شلول يبقى كل شيء زاد ثمين معناتها نحاس راهو كان ثمين في مهما اختلف الزمان والعصر نعم لا وحاجه اخرى يا سيدي كي كعبت لقيته ب 10,000 تو شنو تقول لي نحاس ما هيك شلول ما نفهمش هذيك ربي شلول ب 10,000 ما نجي ضدك بل بالعكس بادري ب 300,000 يا شلول فهمني يرحم بوك تفضل بل بالعكس انا معاك تعرف ليش ولا باش نبينوا قيمة مع الحق اي مع الحق باش نبينوا قيمة الزهاز بتاع العروسة يلزم تفهم في عصره تو اللي هي حاجة هدية معتبرة نعم وحاجة ثمينة جدا معناتها تو بالعربي بك الجزء هذا كان نجيبوه تو هذايا على الأقل حاجة شلول تحت 6 ملايين يعمل 6 ملايين 5 ملايين اي يعطيك المقاربات يا شلول خلينا نفهموها معايا نحبوا نفهموا المقاربات من غير قصدير حمر هذوما يحكي لك ايوا زيدهم القصديرهم القصدير حلوهم 500,000 على الاقل ايوا اقل حاجه ما هذا الشلول
ما حتى جماعة اللي حرست ببياتنا وماتك اللي عم 60 وكذا شوف الانفستيسمون اللي تعمل لنا شهور راه نعم نعم انفستيسمون معتبر معناتها احنا لا فما حاجة مش نقولها لك قبل راه ما كانوش برشا متوفين لا لا ما تحسبش بشهرية الموظف كان الموظف اللي يمشي يخطب ما يعطيهوش قبل كانت الفلاحة والصنايعية كيما حمتة وحمتة الشرفة وحمتة البيت تنقسم إلى قسمين تنقسم الحومة والسوق هذوك ما فلاحة والأخرين صنايعية فهمتني كانت قبل الأحوان برشا توا السوق السوق متاع القروان كيما قبل كيما توا مش كيف كيف مشو كيف كيف كانت فيه الجزارة والعطارة وكانت فيه كل شيء اللي يبيع الزيت باي العامل يرحمه معناها كان في كل شيء تو يا شيخ عمران يهديك يا شيخ عمران بالهداوه على خويا شهلول زدت تدوم كذا ايوه مش هداوه على شهلول يا راجل احنا مش نرجعوا لك سي شهلول ولكن مادام اختف الكلمه الشيخ عمران نحب نتوجهوا له بسؤال سي عمران ابي التحذيرات عاده اللي تسبق التهيئه اللي تحب كيما تحب تسميها اللي تسبق شهر سيدي رمضان المفضل تحذيرات احنا كانوا قبل واحنا فما توا ناس في القروان ما زالوا مستحفظين عليها فهمني كنا قبل بشهر وبشهر ونص نبداو نحذروا اولا نجردوا الدار ونبيضوها وكذا شنو واش معناها نجردوا الدار نجردوا اي نظفوا الدار من العنكبوت لان كانت الديار العربي نستعملوا نجردوا جرد اي يجرد اي باش تجرد لك مصالحة العجيبة الطويله كان لا لا مش مصالحة لا ما كناش نجردوا العنكبوت اسمها الجريده نتاع النخل توا ولا العنكبوت كنا قبل بالجريده بالجريده ايوا بالنخله الطريقه أيوة. النخله أيوة. بعدها تطورنا عملنا العنكبوت ايوا ونبدلوا الكسوه نتاع المجالس ونتاع البيوت لان كان المجلس التوا موجود في الدار بالواحد حضرنا امورنا ذي الكل نلموا نحاسنا فبكي ونمشيو للشهلول البوه كنا قبل توا خذيناه الشهلول اما كانك بوه قبل أيوة. كان هو اللي لاهي بينا كان الوالد يهز البوه فهمني ونقصدوه ايش نعملوا فيه نقليوا فيه البن كنا قبل البن يتقلى قليل ويتقلى على حطب ما فماش قاص ولا فما بابو ايوا وين لحظه يا شيخ يتقلى في الصحن نتاع اسمه في طبق البقلاوه ولا في الصينيه ولا في الصينيه نتاع الخبز وصينيه الخبز يتقلى البقلاوه يتقلى في صينيه الخبز يا عمران القليل وين لا في الطبق ولا في الطاجين الطاجين في الطاجين طاجين كبير نتاع القليل وحده هذا وحده هذا فهمتوا عندنا معناتش منو قال شالو سي شالو هذا ماركة عندك ايوا وعندنا شانو الشيخ عمران ماركة عليك ايوا وعندنا طاجين نتاع البريك فهمتني طاجين البريك ونتاع قليان كيما نقولوها الكفتاجي وكلها الروس هذيك من اولى الدنيا كلها الروس هذيك سي عمران اللي نعملوا فيها الكفتاجي يا شيخ عمران بالله معناتها ريت الشيخ هلولي غلط فيا لا مش غلط فيك والا الكبر عمل فيه تا ينسى بدا ينسى بدا ينسى اه يا سيدي اجي نقول لك مالي احكي لي هالهروس هذي ما ذيك عند كفتيجي اللي هكا معناتها هذيك كانت قطعه مهمه في الدار هذيك اي مالي احكي لي ما احكي لي هذيك نقليو الفلفل اي ونقليو الطماطم ونقليو فبت ولا يتقلاو مليح ونقليو العظام ونحطوهم فك الهروسه هذيك هي عظام عربي هذا مش عظم عظام عظام الماكينه احنا ايوا فماش عظام الماكينه كعبت هذا عظمات تاع شال البيسك وكنت قاعد ندوم وحاجات كل شيء كان عندنا في الدار كانت البقره في الدار نحلبوها من الحليب ما كناش نشريو الحليب الديار الكل عندهم بقره واللي ما عندهمش بقره ما يشريوش الحليب والحليب كان يتباع يهز لهم بيدو والحليب كان يتباع ما كانش يتباع فضحها كان أيوة. عندك لا 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 لا. عندك الجمر أيه؟ الجمره تاع الكانون والخميره والحليب ايوه ما تقطعوش الخميره ما تقطعش من الدار الخميره العربي اي فهمتني كي نعملوا خبزه والجمره بلي اعطيني جمره باش نشعل الكانون ويقولوا اني فلانه راهي مربيه الخميره مربيه مربيه الخميره فما فماش دار ما فيهاش اما شيخ عمران انا فما حاجه لهنا باش نعارضك فيها انا احكي حليت عيني في دارنا الهروسه اللي تحكيوا عليها راه كان عند الكفتيجي احنا نعملوا الكفتيجي نهرسوه بالمهراز لا لا ما كانش لا عادي انت مش كفتيجي هذيك السلطه الاخرى ارجع لي ارجع لي ارجع لي شي عمره هذيك هذاك كفتيجي مشويه سلسه مشويه بالمهراز هذيك المشويه اي انا مش نحكي فيك نحدث فيك على المشويه على المقليه زاد نعملوها بالمهراز لا لا ما نعملوهاش بالمهراز جي مطبه
مش كيما الاخرى طاف طاف هكا في التنولات مقطعه مقطعه شيخ هي لان الهروسه هذيه ظل مذبه من فوق وفما وين تحشي الصوابع وتشد صبعها الكبير يتسمى الشافور يتسمى الشافور يتسمى الشافور عكس كيفاش عكس معناها من اليمين لليسار هكا ومن اليسار لليمين الظل دي مقطعه من الاول نهرسوا الطماطم والفلفل وبعد تالي نحطوا بالطبيعه الفواح كمون وكذا وثوم وبعد تالي نحطوا العظام ونهرسوها تجي بنه كبيره ياسر وبزيت الزيتونه فهمتني لحظه لحظه يا شيخ عمران لحظه معناتها توسي شكري كي قال لك احنا بالمهلاس معناتها هذه عمليه يا شيخ عمران يا شيخ عمران بول قبل ما تدخل في الهروسه فما مرحله المهلاس هذيك المهلاس التمهيديه معناتها لا لا كنا نهرسوا به الثوم ونهرسوا به الملح نهرسوا به الفلفل الاكحل نهرسوا به الكافل نهرسوا به الكرويه هذاك عنده اختصاص وحده المهلاس والمهلاس هذاك يا عمران الثوم والكرويه حاشاكم والربح هو الملح البياض يقولوا له ساعات فهمتني هذاك فهمتني ولا هذاك هذاك كان الاختصاص نتاعو في التنولا المهلاس هذاك هو نعملوش كيما العمايل في التنولا كانوا قبل يسميوه ربح مراه عرست جديده راجلها مش يمشي يخدم على روحه يقصد ربي راجل قطوه راجل راه الربح ما فماش له قلب راه حرام لا تقعد علينا كانت في التنولا كان يمشي للعطارين يهزلها تلقى يعطيها طلقتها يبعثها لها في القفه فهمني ولذلك كان المهراز خاص عنده أموره خاصة يا سي عمران المهراز هذاك يسمى شنشان الدار شنشان الدار صحيح لحظة لحظة سي شلول شنشان الدار يحكي لنا عدد ما تغلش تطيش كلمة وتعد على اسمه شنشان الدار المهراز هذاك شنشان الدار خاطر هو الفاتق الناطق في الدار خاطر كل يوم لفاح متهرس وكان بالمهراز وعمل يومي حتى كي مش نمشيه نجب نتسلفه فتاشه تقول لك برا جيب لي عمود المهراس علاش عمود المهراس لأنه هو يخدموا به يهرسوا به فهمتني إذا مش تضرب على عمود المهراس ما تقوش كل برا رجع الفتاشة لهم عليها وجيب لي عمود المهراس هيا لحظة شيخ عمران مالس الفتاشة أسي شهلول الفتاشة باش يا سيدينا أنا عارف نعرفها حديد وبكري في الكواليس قال لي فاش مش قال لي الحاس لا لا قلنا لا لا للامين نتاع النحان الحيسيه افتينا في الجدال هذه لا سي عمران انا نعرفها راني كان حديد لا ما تجي كان حديد هي خاطر ما عندناش نحن الفيل هذاك النوعيه تاع الكويفر ما فماش فما كان حديد هذاك وما تجي كان حديد هذيك فهمتني ما لهاش سي عمران قال لك لا سي عمران غلط هذه ما تلش ما غلط كمل ولا ما راهيش ولا انت ما عصرتيش يا شلول لا 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 عصرتول انا ريتها نحاس اما عاملينها للزينه معناها ما تقولش غلط ولا كذا المنقاله نتاعي ما زالت لاباس عليها والحمد لله ايوه اذا مش تقول لي ديكوراسيون تحطها ديكور والحاجه معلقه حاجه اخرى ما بالنسبه للفتاشه هي هي تسمى بالعربيه القناره أيوة. القناره القناره وهذه فهمت الله يحطوها في الديار وفما برشا ناس عائلات فهمت الله تلقاها عاملينها توا ديكوراسيون حاطينا في اللونتري تاع باب الدار. شلول والفتيشة زيد كيفاش علاش يعملوها كي يطيح الدلو وتقطع الحبل. دلو دلو مش الدلو يطيح الدلو كان يتصنع الدلو من الجلد فهمتني هو نعبيو به البير هو شيخ عمران به الماء من البير شيخ عمران هي. قبل نخرج ونبعدوا على الهروسة أيوة معانا الله لا يهرسنا عندنا مداخلة مع المبدع والفنان والأستاذ سي طارق العلاني باش نسألوه على الهروسة هذية وعلى هالكفتاجي يعني ناخذوا بعض المعلومات سي طارق معانا على الخط مرحبا بك اهلا وسهلا مرحبا بك خويا شكري مرحبا بك نورتنا سي طارق وان شاء الله وان شاء الله الطريقه هذه عبر الهاتف وان شاء الله الطريقه الجايه تكون حاضر بحذانا بكلك وبكل الهيبه نتاعك وبك الرونق نتاعك مرحبا بك مرحبا بك سي طارق سي طارق كنا نحكيو توا ضيوفنا سي شهلول وسي نور الدين وسي عمران نحكيو على وصلنا في الى نقطه معينه نحكيه على الهروسه وكيف مصنوعه من النحاس والدين نتاعها
دونك نحكيه على حاجة اسمها الكفتيجي اللي هو معروفة به ومشهورة به مدينة القيروان. أعطينا أنت سي طارق تاريخ أو نبذة على تاريخ يعني الكفتيجي الأكلة الشعبية المشهورة في القيروان. يعطيك الصحة بارك الله فيك، ونشكرك ونشكر المدعوين اللي معاك اللي أعطاونا بسط على العادات والتقاليد القديمة اللي تمتاز بها مدينة القيروان، ومن جملتهم الآلات النحاسية اللي معناها ذكرها لنا في شهلول، وكيفاش معناها نقول احنا الطبقات والترسوم تاع العروسة وكل شيء، هذوما شيء يرجعونا للأجواء القديمة. ومن جملتهم فما حويجة نحب نعرج عليها ويعرفها في شهلول، المهرج ويد المهرز. المهرز ممكن نعرفوه الدرزين بصفة عامة وكل شيء، والمهرز استعملوه كل يوم بصفة عامة. ذكروا اللي فما برشا آلات نحاسية ما هيش موجودة عند الناس كل، تلقاها ساعات كما تلقاها التصبين تلقاها موجودة حومة كاملة تستعملها وقت تجي تصبر. من جملة الحاجات ثم الفتاشة مثلا. الفتاشة اللي نعبيه الماء من البير، وساعات تترميها الطاسة ولا السطل في البير يابت الحبل والسطل، الحبل والسطل يابتو ساعات الحبل يابتو بعضهم يغرب حاجة تتقطع الحبل وتهبط الطاسة متاع الماء. فما ناس عندهم فتاشة وفما ناس ما عندهم شي. صحيح. تلقى ساعات فتاشة في الحومة. على كل حال كي واحد يتسلف فتاشة يقولون هي تعمود المهراز رهن. هذا ايش قال الشيخ عمران؟ هذا قال الشيخ عمران. يعطيه الصحة سي عمران بارك الله فيه. علاش؟ على خاطر عمود المهراز نستعملوه كل يوم، وبطبيعة الحال المهراز والعمود نتاعو معناها مثمنين وعندهم قيمتهم. على كل حال احنا هذه تعريجة صغيرة على الآلات. لكن نشكروك سي طارق، نشكروك راك تتابع فينا من بكري انت. انا نتابع في البرنامج بطبيعة الحال. والبرنامج يعطيك الصحة. من جملة الحاجات ثم النحاسة اللي احنا مش في تقاليدنا لكن موجودة في حمام سوسة. النحاسة اللي يستعملوها للحمام العربي، وحمام سوسة سمي بحمام العربي على أساس أنه كل دار فيها حمام عربي، سمي حمام سوسة لأنه كل دار فيها حمام عربي. والنحاسة إلى يومنا هذا يطلعوها من القيروان. يعني النحاسة أو يعرف في شهلول اللي لجماعة حمام سوسة الكلهم يطلعوا النحاسة متاع الحمام العربي الترديسيونال هذاك متاع الدار من القيروان. العم سي طارق بارك الله فيك أنت، ولكن انت هذية تاع حمام سوسة اللي قلت عليها صحيح، معناها تسمى نحن توا نحاس هذوما نعملوا فيهم عندنا خمسة قرون وستة قرون موجودين في الحمامات، وهما قلدوا قلدوا عن النحاسة الكبيرة تاع الحمام وعملوا مطهرة كيما ترى النحاسة هذيك توا الظريفة موجودة. النحاسة تاع اللي حكينا عليها الجمعة الأخرى في الفرناق، في الفرناق كيما كيك نفس البرنامج، حتى الانستالاسيون تاعها اللي عملوها كيما كيك، ويعملوا معناها عبارة على دوش صغير في الواحد ويهبط المسخ يهبط يعرق، وفما واحد يعرق كيما الحمام وكل شيء. ايوه هذاك هذا حبيت نعرج على الموضوع هذا. سي طارق لو سمحت، سي طارق تو باش تحكي لنا على الأكلة الشعبية القيروانية. بطبيعة الحال هي الكفتاجي اللي هو مشهور به القيروان والناس كل معناها مشهور، وحتى اللي يمشي معناها للقيروان يوصيوه من صفاقس او من تونس او من بنزرت يقولوا بجلاء يجيب لي كسكروت كفتيجي او زوز كسكروتات وكل شيء، وكل واحد يجي ما يلوش على مطعم مدخم ولا حاجه، اعطيه اكله شعبيه اللي هي بنينه برشا. وبطبيعه الحال القيروان معناها امتازت بها الاكله هذه، وزيد معناها الفحات اللي فيها وطريقه الطهي هذه كلها خلتها تتبوأ مكانه كبيره في البلاد كامله. بالنسبة للكفتيجي أصل الكلمة، احنا كي نقولوا كفتيجي نجيو مثلا نقولوا احنا اللي يصنع القهوة شي تسمى قهوة، يعطيك الصحة اللي يخدم في الماء يقولوا بنكاجي، واللي يخدم في الوتيل كلاجي، واللي يقولوا مرماجي. ولذا الكفتيجي من يقوم بالمهنة الكفتة، يعني الكفتة هي أصل الكلمة. سي طارق جي الأخرانية تركية يبدو أنها هي كلمة تركية يبدو هي العثمانية. في الحضارة العثمانية كما عندنا برشا حاجات كما دفدرخانة والحاجات هذه كلها هي التراث نتاع الخلافة العثمانية. هذا هو يعطيك الصحة. فوالا هي أصلها تركية، وبالطبيعة هذا كانت وجدت في تونس وخصوصا اختصت بها القروان.
وعلاش اختصت بها القروان؟ على خاطر القروان يبدلوش في الفصول اللي معناها تتبدل، خاطر مكتعرف الفلفل في الصيف تقع رخيص وفي الشتاء تقع غالي. في أماكن أخرى كيما تونس ولا ساقس ولا سوسة ولا غيره، وقت اللي يغلى الفلفل يزيدوا معاه القرعة ويزيدوا معاه حاجات أخرين ما يطلعش بنين، تصطيرة يقولوا. أيوة التصطيرة وسو يزيدوا معاه حاجات أخرين. وكانوا قبل الوقت اللي كان ما كانش الفلفل متوفر معناها في الشتاء، كانوا يخزنوا الهريسة العربي يقولوا هريسة الحمراء، الهريسة الحمراء هذيك باش يعملوا بها الكفتاجي. كان قبل حتى الأحوانت متاع اللي يقولوا احنا يبيعوا اللبلابي في الشتاء، في الصيف يوليوا يبيعوا الليموناضة، يبيعوا كتاسة وبرج. بالنسبة للكفتاجي تتبدل من يقولوا احنا من اخضر يولي فلفل احمر، لانه بالنسبه للقروان محافظين على الحاجات هذه، محافظين على يعني يقول المواد الاساسيه اللي تتعمل. ونحب نرجع على كلمه الكفته والحاجات هذه. شنو على الاستاذ سي طارق سامحني تو وقت اللي نسمعوا مثلا نقولوا كفتاجي، وكلمه الكفته والكفته معروفه اللي تكون هي باللحم بطبيعه الحال. انا شوفوا العلاقه كلمه كفتاجي فما فلفل اخضر وبطاطا وعظم، ما فماش لحم. هذاك الطحات فهمت وفريت. فهمت شنو نقصد؟ اي فاهمك. اي معناها الكفته جايه من كلمه الكفته، هي الكفته ما هي من اللحم مفروم تتعمل في المعدنوس. ايوه والفلفل وكل شيء ومعها الجرنيتور نتاعها اللي هي فلفل وطماطم وقولوا احنا فلفل وعظم وشويه فحات وكل شيء، هذيك الجرنيتور ومع الفريت. معناها مشيت اللحمه المفرومه وقعد كان الفلفل. غليت الدنيا زاده، ما عادش كل خالط على اللحم، هو غليت زاده ما عادش تخلص. وتو احنا اللي كسوت الكفتيج تقريبا 20 فرنك، حتى فما بلايص حتى اقل من 20. احنا نسميوها شبتيه سي الستارق. الستارق جماعه وعندهم ما يعلقوا، سي نور الدين الغماري وسي عمران. سي نور الدين تفضل. عندك الاكلات المعروفه اللي هي متاع الازمات الاقتصاديه اللي هما شنو؟ عندك البايلا اللي تشهرت بها اسبانيا. صحيح. البايلا هي شنية؟ البايلا هي وقت اللي المسلمين تعرضوا للحصار من طرف المسيحيين متاع الاندلس وعاشوا نوع من الضيق، ولاو يسخنوا في الاكلات البيته ويعاودوا يخلطوهم، من هنا خرجت البايلا. البيتزا اللحظه لا لا البيتزا حاجه اخرى. لا باش نمشيو للبيتزا. لا باش نحكيو على الاكلات اللي هي خرجت من ازمات. عندك اللبلابي نتيجه ازمه اقتصاديه، ثم الكفتيجي. الكفتيجي صحيح هو خاسر في العثمانيين، خاطر انطلقوا بالمهنه في كلمه جي كما باش توبجي. الباش توبجي هو اللي وقف على المدفع. البلطاجي كما هم كلثوم من عائله البلطاجي. البلطاجي ينطقوا فيها هما. البلطاجي شكون هم البلطاجي؟ ما همش كما احنا نعطي نقولوا احنا الباند. لا هو البلطاجي هي فرقه عسكريه في الجيش العثماني، هي اللي تفتح الطرقات معناتها قبل نستخدم كل شيء. الكفتيجي هو كان نتيجه ازمه اقتصاديه يكفي دونك فخرج، وخاصه تلقاه مدوم عند العسكر. دونك في الازمات الاقتصاديه هي اكلات عسكريه اللبلابي والكفتيجي. ولكن الكفتيجي وقتاش مش ياخذ شهره؟ مش ياخذ الكفتيجي شهره انطلاقا من جربه. خاطر من جربه الى تونس مره بالقيروان اللي ثم تفنوا فيه القراوه يعني وتفوقوا عن الجميع. هو لا كلامك مش غلط، كنا نعطيك مثال زي سامحني مش نتفاعل معاك. الفطاير، الفطاير مثلا اللي هي معروفه عند الغمره السنيه، قالوا القيروانيين اولاد العزوزي تفنوا في وطوروا في خدمه الفطاير وعملوا كل بريكه والفطيره المخلطه والبريكه بالعظمه وبالبصل ومن هنا من هنا، لين خلاتهم معناها عندهم الفطاير خير حتى من الغمره السنيه. يعني ما هوش مستغرب انه تكون من جربة وذو تعدد القروان. يعطيك الصحة هو المعلومة. هو سي طارق المهم انه تشهرت مدينة القيروان، وكانوا عندي اصدقاء انا بصراحة وانتم بكلكم عندكم اصدقائكم يوصيوكم كي تبداو جايين مثلا واحد ماشي الولاية اخرى، ولكن يقعدوا بهتين سي طارق يقولوا لي اخويا
حار ياسر كيفاش تاكلوا الحار؟ قلت لهم اخويا احنا في القروير رانا ناكلوا الحار، والحار يقوي جهاز المناعة، في مناعة كبيرة، في مناعة كبيرة، واحنا في إذاعة الصحة. على كل ستارق يبدو معناها عندك ما تضيف ستارق؟ والله بالنسبة اللي حبيت نقول لك انا معناها من الاكلات اللي امتازت بها معناها القيروان، وخصوصا كما قلنا هاك الكفتيجي كل شيء، وبخلاف هذا نقول لك ما دام احنا في شهر رمضان، ايوه، ثم اكله اللي هي تتعمل في السهرة، واكله قيروانيه بحته مش موجوده في حتى مكان اخر، لا في تونس لا في قفصه لا في رباج لا في اماكن، هي اكله العقيد. ايوه العقيد، احنا على ابواب شهر رمضان ما يتعمل الا في رمضان، صحيح. هي العقيد هذايا اللي هو نقولوا احنا الكريمه، ويعملوها بالزعفران، حطوا فيها شويه نشا مش كريمه، نشا وخل وطري الزعفران، اي بالزبيب ونحطوا الزبيب. يا اخي اخوي عمران اسمعني، انتم دار العلاني كنتم مختصين في العقيد، راكم في كل مناسبه وبالاخص في مولد النبوي الشريف تعملوا سلاميه وتفرقوا كالعقيد، كان كنتوا قبل، صحيح ولا لا؟ والفوقاني يترسع باللوز والزبيب. ايوه اكله قيروانيه بطبيعه الحال، هذيك قيروانيه اصيله، هي قيروانيه اصيله، وبالطبيعه النساء تبدا تتفنن باش ترضي الرجال، خاطر الراجل يقولوا يتوحد في شهر رمضان. بالطبيعه تتفنن. عاد ثم شكون معناها اللي حتى ما تعرفش الطيب تعمل له سلايس انواع واشكال، مره سلطه تونسيه، مره سلطه خضراء، مره سلطه مشويه، على كل حال تعدي له معناها حياته كامله سلطه. هو يتعدى بكل سلطه، على خاطر قبل الراجل كي تحط له سلطه قدامه وقول له هز عليا، الطبال ما ضربش على السلطه، ضرب على الكسكسي واللحم. الستارق. ايوه. على كل ستارق ان شاء الله نشكروك على المداخله الحلوه والقيمه، وان شاء الله تكون بحذانا باش تكون عضو معانا في البلاتو. طبعا من هنا نتمنى لك رمضان مبارك، وشكرا مره اخرى على المداخله، وتصبح على الف خير. شكرا لك. طبعا ضيوفي الكرام وحضرات الساده المستمعين، نغم للفنان رشيد غلام، فيك كلما ارى حسن ثم نعود. سي شهلول شابي، مرحبا بك مره اخرى. يعيشك وربي يبارك فيك. يعيشك. سي شهلول، فما كلمه قديمه كانت ما نعرفش، انا حضرت مره وحضر فيها معدن النحاس، مره حضرت في كلمه وانا صغير قالوا باللامارة، امشي قلها لامارة حلاب النحاس. لامارة هي، فما عندنا برشا قصص في القيروان على لامارة، واللي قعدت في ذاكرتي انا واللي في ذاكره حتى جدودنا في القيروان، فهمتني ولا؟ هي فما الأبي كذا اسمه زغدان الشابي، قديم نحاسي في سوق النحاس في القروان. فهمت هذه حكاية تو تقريبا عندها 3 قرون تقريبا، وقعدت يدولوا فيها القراوة يعرفوها الحكاية دي. الصباح كي قام، فهمتني ولا، حبي كيفي مرته، خدم هو فك البريود تاع رمضان والعيد، حبي كيفي مرته، فهمتني ولا، بكل العمل اللي قام به شرى لها خلخال. ايوه. نقز من غادي من سوق النحاس للسوق الصياغية، شرى لها الخلخال، وهو هابط من الخلخال من غادي شرى لها عصبانه. عصبانه وخلخال هذوما بعض، الخلخال والعصبانه. فهمت الله، وهزهم لها ومشى يجري للدار. هيا قالها يا مراه درويشه، اسمها هي المراه درويشه، اللقب تاعها درويش. هزلها من عائله الدرويش. هي عائله الدرويش، هزلها كان الخلخال هذاك، وهزلها معاه العصبانه. قال هاي يا مراه هذه خلخال، فهمت الله، مبروك الخدمه وكذا، وهذه العصبانه حضرها وتنا رجع لك. ورجع للحانوت، ثم شكون رصدوا، فهمتني ولا، بس وسخن ومشى دق على باب الدار، طاف 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 طاف، خرجت له ام كل حاجه، مش قلت تخرج له، شقق الباب السقيفه ولا راهو بعثني وبيك زغدان توا
ما هو جيب لك الخلخال، قال لك بالأمارة اللي جبت لك الخلخال والعصبان وعطيتك العصبان، أعطيني الخلخال رانا مش نعاود ونعيو. إيه؟ قالت له بارك الله فيك، برا امشي أرجع لأبيك زغدان وقل جيب لي الخلخال تاع العصبانة ويجي الخلخال. الراجل ما عطاتش الثقة. إيه الراجل ليه عرفت الحكاية. إيه قالت له برا امشي جيب لي، مشي هو فرح مشي قفة ومشى يشرى الواحد الكل خضرة وجاء ودق على باب الدار طاف 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 شكون؟ قلت له هاي 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 الخلخال. قلت له راهو استبت راهو صنع اخر انا وهز الخلخال. ما مش هو كانت كير ذكيين كانت كير يلقى العصبانة حاضرة فابوه يتل ذي كفر. ايه قال يا مرأة كيفاش الخضرة من جيت من جيت الخضرة يا مرأة كيف؟ قلت رو هكا وهكا وهكا. هذايا حديثنا قياس باش نعرفوا الناس كانت حكيمة وشوف معناها الحكمة الكبيرة وكانت لمارة ايه وكانت لمارة يتعاملوا بها. أيه كلمة لمارة التوى يتعاملوا بها التوى ساعة ساعة يقولوا اعطينا كل حاجة يقولوا برا يقولوا اعطيني يا مارة التوى حتى في في قطعة متاع صناعية أيوة. أعطينا كل حاجة أو عارف يبعثني قال قل بر مش يقولوا أعطيني أمارة وهي الأمارة شنية أما صبح عليه صباح قلوا بأمارة منين صبحت عليك صباح في القهوة منين كذا يعطيها أمارة صحيحة التوى. يا سي نور الدين كانوا يتعاملوا بها كانوا يتعاملوا بها في القديم كانوا يتعاملوا بها كيفية كبيرة. سي نور الدين بليل هنا نحب نسألك سؤال كيفاش نفسروا احنا يعني التغيير اللي صار يعني في المجتمعات في العلاقات هذه في هل هو طبيعي باش يصير التغيير هذا هل من يعني طبيعي انه المجتمع يعني غير ثابت متحرك يعني ما فماش جمود هل الفترات السابقه كانت نحكي على الركود المجتمعي يعني يقعد ستابل في فتره طويله انا حسيت انه يعني في الخمسين سنة هذوما فما تغيير كبير في المجتمع. ما هوش تغيير هو تقريبا انبتات. هو نعطيك مثل سهل يسر. انت كتشوف اليابانيين وياكلوا بكزوز مغارف هذوك مكزوز الكعبات هذيك هو الناس تطورت وما لاعق ورسترونات لأنهم تمسكوا بإرثهم كيف وكيف السنين ناس ما شاء الله في العالم من أقوى الاقتصادات في العالم لكن ثمنوا التراث نتاعهم وحدك اللي يمشي اليابان يتقابل الامبراطور اليابان ولا كذا بالزي الياباني القديم رغم اليابان تعرف في كل شيء في التكنولوجيا هذو الناس بالحق راهو شيء شوف 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 هذو الناس ثمنوا تراثهم. انا عندي صديق كان يخدم في ديوان الصناعه التقليديه بعثته الدوله التونسيه الى الصين على اساس انه ينقلوا تجربه الصين في صناعه الحرير إلى تونس. قال لي مشينا قعدنا 5 يوم في بكين وفي الصين وعملوا بهم جولة الصينيين فرحوا بهم لكن ما عطاهم شيء وقالوا لهم المسؤولين الصينيين راهي صناعة الحرير هي أخطر من صناعة القنبلة الذرية كسر باش تفهم الناس هذه مرحبا بكم انتم جيتوا متمثل دولة تونسية مرحبا بكم لكن باش انه نعطيكم سافوار فير تكنولوجيك نقولوا احنا الصنعة يسلم لا باش تفهم هذه الناس دو فسرنا احنا فقنا على كمية من التخلف انه العالم الغربي سبقنا فجأة اصبحنا حبينا نغربوا وثم خلفنا تراثنا مش دينا تراثنا وخذينا منه شفنا منه الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية وشدينا الأشياء السلبية الإيجابية طورناها وكل شيء احنا شنو نحينا كل شيء ومشينا في التغريبة. معناها سي نور الدين كما يقول سي عمران جينا نقلدوا في خطوة الحمام ما تلفنا مشيتنا تلفنا مشيتنا ليك لهني سي شكري انا عندي حاجة سمحني سي مش قاطعك سي نور الدين لهني لحظة بالله هل ترى حسب رأيك انت هذا مش تمرد على الشخصية تمرد على التراث يعني انفصام
كيفاش نفسر الحاله؟ شو حاسس فسر شو يعني حس يعني كاينه فما تحس بال بالحاجه الدنيا والاخرين معناها كبار هكا ومثقفين ومتطورين. اللي قالها ابن خلدون قبلنا استمت سنة التالي قال المغلوب مولع بتقليد الغالب. ايوه هذه في العنصر البشري موجوده، لكن يبقى لهنا مدى ذكاء مجتمع معين. احنا هو عن المغرب بجرتنا هي محافظه على تراثها، احنا هنا الغالب مشينا في سرعه على اساس ان احنا نغربوا نغربوا نغربوا، ولكن تراثنا غذاوة تلين. نعطيك لي بونتاكور تثبتش المود على البونتاكور يا اخي. البونتاكور من جابوه تلين ما من السروال العربي نتاعنا. كلكي روتوش والسروال العربي إيه كلكي روتوش بالحدثيه وكذا ولا موضه عالميه. شوف اللي انت ما نجمش تعملوا ما نجمش تسوق. ايه تبقى هي الاشكاليه في الرؤيه وفي المشروع والتعامل مع التراث. لكن انا نحب نرجع لسي شهلول وعلى حكايه الخلخال والعصبانه. هذه سي شهلول هذه يندرى هذه الهديه نتاع الخلخال حق الملح والا حاجه اخرى؟ لا مش حق الملح. ما ايوا ما فسر لي الخلخال هذه كيفاش هي الهديه هذه. هذاك حق الملح هذاك اللي نعرفوها احنا ما تبان احنا تاع المراه في رمضان خاطر تتعب وكذا كل شيء وكذا راجلها يكافيها بال يشيلها قطعة ذهب. ايوه ما هذية بالنسبه للحيره فيه كيف الحيسيه يخدموا البريود تاع رمضان وتاع العيد فما شويه خدمه يحب يكافي مرته جازاها بحاجه فهمتني ولا يشري لها قطعه الهرب. زوز هديه في هديه معناتها ابار هديه اسمه حق الملح هذيك اللي هي ثابته ما تغيرش مع هديه اخرى اللي هي الخلخال. الخلخال 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 باش كفاها الخلخال وهزلها مع الخلخال عصبانه. تاكيد لكلامك انا شهلول امي الله يرحمها فهمتني كانت تخدم مع ابوها وابوها كان يعني فهمتني يمارس اعمال تجاريه. تاكيد لكلامك قالت لي احنا هي واخت الزهد وفات خالتي الله يرحمها قالت لي كان بونا بعد كل عام يعمل لك الجدول نتاع الاموال نتاعو كان عنده كوشه ويساوي وحده ويبيع في الليسونس وكيوسك وبكمي فهمتني ويبيع في الفرينه فهمتني. قالت لي بعد كل عام ما نعملوا البيلون نتاعنا والحسبه فانه بوها يجيب لها هي واختها هديه ذهب. معناتها في نفس تكون تحكي به انت مربوطه بجانب اقتصادي معناتها قداش مش يحصل الحرفي او التاجر فلوس مش يهدي لمرته وابنه هي هي هو مش خباهم في الفلوس اسئله مين راي العصبانه كانت قبل ديما راهو كان كنا ناكلوا العصبان يوميا كنا ناكلوا الهرقمه كنا على الصباح اللي توا العباد تلوج على الكرواسون وتلوج على كنا البسيسة بوقت الكرموس بالكرموس وقت الرمان بالرمان وقت ما كناش في بطن ولا معنا مش وفال العصبانة. العصبانة يوميا سي عمران يعصبناها فاتك العصبانة ذيك قبل ما توفى يلزم وكانت ما فماش فريجدارات ولا ثلاجة كانت العصبانة تتباع على قارعة الطريق. سي عمران خلينا توا من العصبانة أيوة. في وقت العصبانة ايوه ايوه عليه. مش تحكي لي سي عمران احنا ديما نحكيه في سياق يعني التحذيرات والجو متاع رمضان أيوة. شهر المعظم باش تحكي لي على مجالس الأسواق بعد صلاة التراويح أي. لهنا في القيروان بعد صلاة التراويح نعم الصباح نبداو من الصباح نهار رمضان حتى لصلاة التراويح. لا لا سي عمران أيوة. بعد صلاة التراويح دغري بعد صلاة دغري يمشي الكبير نتاع الدار الكبار خرجت من التراويح أيوة. فبتني ولاك ما كانوش وقت شق الفطر ياكلوا برشا باش ما يتقلقوش رجال الكبار ياكلوا تراويح ويمشيوا للجامع يصليوا العشاء ويصليوا التراويح ثم بعد تالي يدخل للدار تحطوا اللي بقى معنا فميكينا يبدا ياكل فتن ولا يتعشى نقولوا احنا يهز روحه على خاطر اذا مشي يمشي ربما يتفتق كان وقال عليه الصلاة والسلام العشاء قبل العشاء معنى تصلي العشاء قبل ما تتعشى قبل ما تصلي العشاء فهمني يتعدى وبعد تالي يتلموا كبار الحومة قدام الدار فك الحومة هذه كبعد التراويح
الفلاح فلاح والصنايعي صنايعي والموظف موظف وظل صغار قدامه ويظلوا صهرين. القهاوي فبتن ولا عربي بالززوة بالززوة والفناجل والمرش قدام على الطاولة أكل مدورة لحديد أكل ينعرفوها قبل عالية تريف فبتن ولا. وعندك صحن المقروض قدامك صحن فبتن ولا الغريبة قدامك لأن فبتن ولا يأكلوا لحلو برشا كانوا قبل يأكلوا لحلو ويظلوا يتحدثوا واحد يتحدث على فلاحة والأخر يتحدث اشني المشكلة تعديت له اليوم والأخر يتحدث فهمني ما كانوش يتحدثوا معنا حاجات كان اللي يفهم يقعدوا حتى للطبال الطبال يجي قبل بساعة ونص من الصبح ساعتين أكل وقت ذاك يتعدى الطبال يقف معاهم ويأخو صحفة درا صحفة فتن ولا يأخو صحفة فتن ولا عقيد العقيد متاعنا اللي يبدلنا عليه ستارة ياخو تولت البوزة ولا متاع مش متاعنا البوزة خلنا نتمتع الشيخ عمران بالبوزة وكذا أيوة ياخو وياخو كل العقيد وياخو كذا فهمني بعد تالي يدخل ويتسحروا أيوة ويقعد في الدار يكرر حتى يقول الله أكبر أيوة يصلي الصبح حاضر ثم ياخو غمضة ظريفة متاع ثلاثة سوايع ويمشي على الصباح يحل حانوت احنا يصبح راقد العصر أيوة فهمني يصبح راقد العصر فهمني هذه كانت قبل حياتهم هذه كيفاش كانت شنو رايك سي مردين الشيخ عمران لا لا موافق وانا عشت هذي يحكي وكانه يحكي على شبابي وصغري أيوة. معناتها أيوة. واحنا في حومتنا لكن الشيخ عمران جبد لنا حاجه باهي اللي هي ميزه الطبال راهو الطبال في بالك كيفاش يعمل ولا الطبال كان بفرمان من البي ايه فريك شي اي واحد يحك راسه ويجي طب لا ياخذ فرمان يصحح فيه قولوا احنا رئيس الجمهوريه اللي هو بي تونس نقولوا مثلا اكزامبل راهو الفرمان في القيروان شكون مش يطب لنا في القيروان هو سي شالول فسي شالول يعطيه البي فرمان سمعني يا استاذ قولوا امر بي كلمك عقيد صحيح هو ذاك ما يقبلوا البي الا بيزوز من كبار البلاد مو فما عشرة فما مقاييس عشرة كبار متاع البلاد يا سهلو لا ما مش نحكي لك مش هو لا محلة فما عائلة من حبنا من مش نزم نذكروها وما زالت وعندهم فرمان من عند البي إلى الوقت الحاضر على الثامن جيل ثامن على الثامن جيل اي نعم هما موجودين تو بعدنا في الكواليس نقول لك شكون العائلة هذية ويسكنوا في المدينة العتيقة وعندهم فرمانهم الطوى كوثيقة فهمتك عندهم فرمانهم كوثيقة معنى المهم لا متي تفهمها متي نوبل أيوة خاطر ما هي ما تعتبر مهلة الطبال في ذي العهد البيات من المهن من المهن الراقية دونك يلزمها تتعدى على البي خاطر المهن كيفاش كانت قبل تو كيش هلول مثلا سي أمين السوق قبل زيد راهو أمين السوق مش اللي يجي هات تنحطوها من سوق مثلا نقفزها في جزارة عند جزارة سي هلول قبل لا من السوق كيفاش يصبح الصباح تاع الجزارين وهي عادة من منذ العهد الأغلبي باش تفهم الناس كيفاش منظمة المهن معاه حويجة هكا نقولوا احنا كالبيدون ولا كذا فيه النفط نقولوا احنا ليسونس توا ولا كذا ولا الجاز ويقوم الصباح معاه زوز عوان يعمل جولة في سوق الجزارين الناس اللي تبيع الحم وكنترول صحي واحنا في اذاعه صحيه ايوه تعدى السلامين معاه زوج اعوان نتاعو وحش داك البدون فهمتني ولا اخي الدفتر باش يقيد باش نردي اخيرا مده 10 سنين عندنا لحظه ميلاد اي لحظه السوق لحظه هاو مش نقدر في التقليد امور صحيه واحنا في اذاعه صحيه فلمين يقوم صباحا يعمل كنترول على جميع الحوانت واللي يعتقدوا فيها يجموها ولا شو فيها ريحة منها وكذا يتصب عليها اسمها النفط الجاز ويتشمع الحانوت ويضرب خطية مثلا يتشمع ايش معناها يتشمع يغلقوا يغلقوا ويحطوا قبل ما يطلع النار ايه خطب بالشمع وكذا أيوة ثم بالشمع. يحال على المجلس نتاعهم نتاع المهنيين هذم المجلس واللي مش ياخذوا فيه قرار قداش مش ياخذ عقوبة
يا ستة شهور يا عام سيمنعوا عليه تمنع بيتا أنه يمارس المهنة. صحيح. باش تفهم الناس راهو صحيح سعنا تخلف تكنولوجي وكذا في بعض العصر في فترة طرات، لكن كانت عنا حاجات لحد الآن عجزنا في تنظيمها ونعقل كيما قلت لك أمين الجزارين كيما كان تنفجنا في حلقات أخرى نحكيه على مهن أخرى كما أمير البنائين ومعتها كيفاش كانت المهن هذه ما فيهاش لعب كما طوى فهمتني هاي الناس كلها هو اللي حل منا ومنا ومنا لا 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 ناس دي كان قطاع منظم جدا. ولكن يا سي شكري فكرتني سي شهلول وعدني في الكواليس باش يعطيني حويجة هكا من التراث. وين سي شهلول يجاوبنا عليها؟ شنو حضرها شهلول بعد الفاصل الموسيقي. حبوا نسمعوا إلى المرحوم محمد الجاموسي إيه إيه ولا حضرة الأسياد مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية. كل شيخ عمران باش تكون الختام معك أنت. الله الله عليك. بطبيعة الحال أش حضرت لنا شنية المفاجأة الشيخ عمران؟ أسيدي فما طلعة اللي مش يطلعها سلامين نحاس سي محمد الشابي شهلول أيوة قال لك عنده ززوة نحاس من عندي هدية عليها هدية الجمعة الجاية يقولون عليها شنية. مهم يا سيدي نسمعوا الطلاعة خذوا ورقة وستيلو باش ما تضيعوش تنسوها. قال لك على طبة في جازية هي جازية كالرقوبة عالية تراي على طبة والطبة هي لوطاء على طبة في جازية ماذا جابت من كسيلو هات الكسيل هو كل متاع القمح وشعير معناها ماذا جابت من كسيل وهات الوسطية جات عجرودة والصابة جات على الأطراف ولا في الأطراف أيوة. عود هنا يا شيخ عود هنا على طبة في جازية ماذا جابت من كسيل وهات الوسطية جات عجرودة والصابة جات في الأطراف توذوما الجمعة الجاية تعطيونا الحل إن شاء الله وعندكم ززوة من عند سلامي. نشكروك سي عمران بارك الله فيك. استنى سي شكري أسجا سلول سيدي أسمع ززوة ومعها زوز كيسان صغيرين هذوك باش يبقى طيب القهوة شنو ميزة طيب القهوة مش حطها سلول مالا مش يصب في كسب الله ما هو نحن كل جمعة معناها نساهموا بحاجة للبرنامج ونشجعوا من إذاعة حياة اف ام طبعا فهمتني ولا لا في التواصل مع المستمعين مستمعين. نشكروك سي نور الدين الغماري نشكروك سي عمران سي شهلول نشكروك متابعي إذاعة الحياة اف ام هكا نوصلوا لنقطة نهاية سهرتنا الليلة. شكري الخاص للفريق التقني المخرج أيمن ليغا مخرج ديجيتال سهيل السالمي وهذا شكري القداح يحييكم تصبحون على ألف محبة خليكم مع نغم لرشيد غلام لحن الوفاة تصبحون على خير. حضرة الأسياد مفاهيم ومعلومات من ثقافة الموسيقى الروحانية. كل سهرية جمعة في نفس الميعاد من برنامج حضرة الأسياد.